بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي 2020-2021، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح للدرس الرابع من الوحدة الثانية، يونت 2 لسن 4. أعزائي الطلبة، هذه الوحدة عنوانها Aches and Pains، يعني الأوجاع والآلام. راح نتكلم بهذه الوحدة عن بعض المفردات للأوجاع والآلام، لازم عزيزي الطالب تترجمهن وتعرف شنو معانيهن والسبيلنج مالتهن وكتابتهن حتى تقدر تجاوب على أسئلة في التمرين بالاكتيفيتي بوك اللي يخص هذا الدرس، اللي هو lesson 4 complete the conversations، اكمل المحادثات with the words in the books، بالكلمات هذه الكلمات aches all dentist have headache matter pills right sorry toothache ووتر. هذه الكلمات عزيزي الطالب راح تشوف معانيهن تعرفهن وتكمل بها هذه المحادثة اللي هي مهمة، قد تجي من عدها في الامتحان الشهري أو في امتحان نهاية الكورس. Aches and pains. Listen، تستمع إلى الشريط اللي هو رقم 8، and look at the picture، وانظر إلى الصور. راح ننتقل عزيزي الطالب إلى نهاية الكتاب، نشوف المحادثة اللي هي خاصة بهذه الوحدة اللي هي موجودة بالشريط، نحاول نترجمها لكم عزيز الطالب. lesson 2 unit 2 lesson 4 aches and pains. Listen and look at the picture، انظر الى الصور. and Sam I have got a toothache، لدي وجع اسنان. I have a stomach ache، انا لدي وجع معدة. I have an earache، لدي وجع اذن. I have a headache، لدي وجع رأس. نجي إلى المحادثة. Women، What's the matter أنسام؟ ما هي القضية أنسام؟ I have got a toothache، لدي وجع أسنان. Oh dear، يا إلهي. You should go to the dentist، يجب أن تذهبي إلى dentist، طبيب الأسنان. Should، هنا مستخدمين قاعدة should. Yes I will، نعم سوف أفعل. What is wrong، ما المشكلة يا أنس؟ أو I have a stomach ache and I feel sick، لدي وجع معدة وأشعر بالمرض. You shouldn't eat so many crisps in the break. يجب لم يكن عليك هنا shouldn't أن تأكلي كثير many crisps من الكريسبس في البريك، يعني الفرصة. Yes I think you are right. نعم أعتقد أنك محق أو أنك محق. Are you all right جميل؟ هل أنت بخير يا جميل؟ No my ear hurts. أذني تؤلمني. Oh I'm sorry. You should go to the doctor. أيضا هنا باستخدام قاعدة should، النصيحة advice، يجب أن تذهب إلى الطبيب. I have been to the doctor، ذهبت إلى الطبيب. He gave me some drops، أعطاني بعض القطرات، يعني علاج، نوع من أنواع العلاج drops. I have to put them in twice a day، يجب أن أضعها في أذني مرتين في اليوم. Women، you don't look well، لا تبدو بخير نور، أو لا تبدين بخير يا نور. I have got a bad headache، لدي وجع رأس. Oh dear، يا إلهي. Here take these two pills، خذي هذه الحبوب. With some water، مع بعض الماء. Thanks very much، شكرا جزيلا لك. نرجع للكتاب أو للدرس عزيز الطالب. فهنا نفس الكلمات I have a stomach ache، I have a headache، I have got a toothache، or I have an earache. We say I have got a headache، لدي وجع رأس، أو my head aches، أو رأسي يؤلمني. الاثنينات صحيحات. They mean the same، حيث يعنيان نفس الشيء. Listen and read، اقرأ أو استمع وأقرأ. طبعا سمعنا ذن المحاورات عزيز الطالب. Then read the conversation aloud، ذن عزيز الطالب هن نفس اللي بنهاية الكتاب اللي قرناه. What is the matter and Sam؟ I have got a toothache. Oh dear، you should go to the dentist. Yes I will. What is wrong, Anas? I have a stomach ache and I feel sick. You shouldn't eat so many crisps in the break. Yes, I think you are right. محادثة الثالثة. Are you all right, Jamil? No, my ear hurts. I'm sorry. You should go to the doctor. I have been to the doctor. He gave me some drops. I have to put them in twice a day. You don't look well, Nora. I have got a bad headache. Oh dear, here, take these two pills with some water. Thanks very much. What
عندنا سؤال لك عزيزي الطالب. What do you think of the advice the boys and girls give their friends؟ ما اعتقادك بالنصائح اللي أعطوها الولد والبنات إلى أصدقائهم؟ إذا تنتقل عزيزي الطالب بعد ما تترجم هاي الكلمات وإلى كتاب النشاط وتحل هذا التمرين. شكرا جزيلا لكم ولإصغائكم.